يا محمود بيه. اصحى يا محمود بيه. يا محمود بيه احنا بقينا الظهر. انت مين؟ صباح الخير يا محمود بيه. صباح الخير ايه؟ انت مين؟ انا منى. منى مين؟ ممرضة بتاعت حضرتك. ممرضة ايه؟ انا ما عنديش ممرضات. ما عندكش ممرضات ازاي بس؟ انا مع حضرتك بقالي سنتين. انا منى. وانا محمود. وانا ما عنديش ممرضات. ثم انا مش عيان من اصلا. وشفت بقى الحالة رجعتلك تاني. كل ده عشان ما خدتش دواء بقالك 4 أيام. دواء ايه؟ زهايم. ايه؟ زهايمر. زهايمر؟ ايوه. انا عندي زهايمر. انت دخلت هنا ازاي؟ عادي زي كل مرة. انا اول مرة اشوفك. برا برا. زهايمر ازاي يعني؟ ده عارفه اسمي كمان. مرتك ايه؟ زهايمر ايه اللي عماله تقول لي زهايمر؟ خميس امبارح كان الحد. امال الاثنين والثلاثة والاربعة راحوا فين؟ الخميس الخير. يا مساء الفل والنور والهنا على عيونك يا محمود بيه. انت بتعملي ايه هنا؟ بلمع صوره الهانم مرات حضرتك الله يرحمها. ما انا عارف ان دي صوره الهانم الله يرحمها. انما انت تبقي مين؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. انا خدمتك اجلال. انت خدمتي اجلال ومنى تبقى الممرضه بتاعتي. بالظبط. والنهارده الخميس. الله يفتح عليك وعلى حواليك. البوليس البوليس. أنا هطلب لكم البوليس حالا. سوسو سوسو مين؟ ألو. ازيك يا دودة يا حبيبي؟ دودة؟ دودة مين ستك؟ وأنت مين من أصله؟ أنا سوسو. أنت إزاي مش فاكرني؟ سوسو. سوسو. ما بانت في ال سوسو مين؟ بقى تقضي معايا سهر صباحي ولما اكلمك تعمل نفسك ما تعرفنيش. انا قضيت معاكي سهر صباحي يوم الاثنين وعلى سريري. على سريرك؟ ما عملت شقلباز. شقلباز؟ انا كنت شقلباز؟ طب اقفلي اقفلي بلاش كان فارم. إلهي يجعل أيامك كلها شقلباظات. الوردي يا بيه. أنت مين؟ أنا الجنايني. جناني مين؟ ما عنديش جناني أنا. أنا اللي بديك الورد كل يوم. أنا عيد الجنايني. أنت عيد الجنايني. وإجلالي شغالة
ومنى الممرضة. والنهاردة الخميس. في ايه؟ في ايه؟ مالك يا محمود بيه؟ ايه يا حامد؟ مين الناس دول يا حامد؟ ودخلوا هنا الفيلا ازاي؟ طب اهدى بس يا محمود بيه. اهدى ايه؟ تعال ورايا. حاضر. الو. الو؟ حوض، ازيك يا روحي؟ مين بيتكلم؟ اخصى عليك، انا ميمي. ميمي مين؟ انا معرفش حد اسمه ميمي. ايه؟ انا قضيت معاكي سهرة التلات والاربع كمان. الله، هو انا ما باخدش اجازات؟ ان شاء الله باظ برضه. الله، ايه حكايه ان شاء الله باظات دي؟ خليك وفيه زي ما انت. ما هو طول ما سعادتك مش عايز تاخد الدواء الحاله هتفضل لا مؤاخذه يعني بعافيه كده. الدواء؟ انا مش هاخد الدواء، انا مش عيان. هما الناس دول بيشتغلوا هنا يا حامد؟ انا اول مره اشوفهم. خلاص يا باشا اللي تشوفه. البيت ده طول عمره ما كانش فيه حد غير انا وانت يا حامد. انت اللي كنت بتطبخ وبتنظف البيت وبتشوف الجنينه وكنت بتغسل. بالهدوء بس يا باشا. هو حضرتك بتدور على ايه؟ انا هعرف اخرجكم من هنا ازاي؟ المسدس مش هنا. امال فين؟ المسدس اهو. طب ايه اللي ودى المسدس ده هنا؟ حضرتك حطيته بايدك الاسبوع اللي فات. انا حطيته بايدي الاسبوع اللي فات؟ طب افرض انا حطيته بايدي الاسبوع اللي فات، انت عرفت ازاي؟ مو يا محمود بيه، حضرتك بتعمل الحركه دي فينا كل مره. كل ما تجيلك الحاله تمسك المسدس وتهددنا بيه. لو ما مشيناش من البيت هتضربنا بالنار. وضربت حد فيكم بالنار؟ المسدس دايما فاضي. ممكن ناخد الدواء؟ ايه الصورة دي بقى؟ دي لما خدت بطولة الجمهورية. في ايه؟ في الملاك. في الملاك ما وانا غلبت ده؟ بالقضية. وهو عارف ان انا غلبته؟ دي صورتك وانت في الفيوم بتصطاد. بط ده؟ بالظبط كده. بط دي صورتي بقى وانا شهيد. الصورة دي انت اللي مصورها. اصلا كنت غاوي تصوير زمان. وفي ألبوم صور ليك انت واصحابك. انا ما اعرفش ولا واحد في دول. دول صحابي ولا اصحابك؟ ما هو حضرتك لو خدت الدواء هتفتكرهم كلهم او على الاقل يعني معظمهم. وانت عندك رد لكل حاجه كده؟ انا بقالي مع حضرتك سنتين واللي احنا فيه ده بيتكرر كل اسبوع مره على الاقل، وده لما ما بنمشيش على النظام. بس انا مش فاكر حاجه زي كده خالص. ما احنا اتفقنا في حاجات هتنساها وهترجع تفتكرها، وفي حاجات مش هتفتكرها خالص. حسب يعني. رايح فين يا محمود بيه؟ محمود بيه، خطوه عزيزه، اتفضل. اهلا وسهلا. الواحد الزهر كبر. ربنا يديك الصحة يا باشا. أنا كنت خايف لأنساك أنت كمان يا حامد. تنساني إزاي يا باشا؟ ده إحنا عشرة عمر. صحيح. ده أنت معايا من أول ما بنينا البيت ده هنا. كان في فيلا كده جنبينا اللي هدوها دي بتاعت مدكور سلامة. أيوة الدكتور مدكور سلامة. كان بتجينا زمان بنت كده فلاحة اسمها شادية. شادية أنا عارف إن اسمها شادية. أنا عارف. كان بقى بتجيب لنا جبنه وزبده وعسل ابيض وخير والله.
طب بتاخد 7 جنيه 8 جنيه طب بتاخد 8 جنيه 7 بتاخد 8 جنيه انت 8 انا اللي كنت بدفع لها 8 خلاص 8 بتاخد 8 جنيه هي 8 جنيه كان في ترعه هنا كان عليها معديه كان يعدي الواحد وياخده شيلني يا باشا بتحكي انت بقى بتحكي انت فاكرني ناسي انا فاكر كل عام خلاص يا باشا ده الاهلي والزمالك ايوه يا باشا جول جول اهلي اهلي مالك يا سعادتك طول عمرك زملكاوي مساء الفل يا باشا ازيك يا فرحات انت فرحات مش كده ازيك يا فرحات تعيش يا باشا في لا مؤاخذه دزم تاني عايزه تلميع لا خليك في دول بس ما تقلقش يا باشا من ناحيه دي اطمن الدزمتين السوداء والبني يبان فيهم الشغل ده انا هطلعهم لك مرايه انما ما تاخذنيش في الدوز الابيض بتاع الاسبوع اللي فات ده تلميعه صعب قوي وما بانش عليه وحياتك يا بيه بلاش تلبس الدوز الابيض ده تاني جوز الابيض ايه الدوز الابيض اللي انا لمعته سعادتك اخر مره يا باشا انا ما عنديش جزم بيضة ازاي يا بيه ده انا لسه مسحه لك الاسبوع اللي فات بقول لك ما عنديش جزم بيضة خالص عمري ما لبست جزمه بيضة يا بيه الدوز البانس بانس ايه ما عنديش جزم بيضة انا جزمة بيضة يعني جزمة سعادتك انا لقيتها في الصالون وانا بنظف الظاهر بقى ان حضرتك قلعتها تحت امبارح محمود بيه هي عايزه ايه ممكن ادخل لا 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 هو في ايه في ايه يا جلال واسمه ايه اسمه ايه اسمه نسيت اسم ابني كمان سامح سامح بلوكا بورصة أمريكا وقعت هي أخرى 200 نقطة النهاردة يا دي النيلة ألو بابا أخيرا يا بابا بعد 6 أشهر خصام وحشتك يا سامح مش وقت الكلام ده يا سامح بقول لك إيه الأول هو النهاردة إيه في الأيام النهاردة الخميس يا بابا برضه الخميس
وايه اللي برده يا بابا؟ هو في ايه يا بابا؟ وحشتنا قوي يا بابا والله. والله يا انكل وحشتنا قوي. هو ايه اللي حصل يا بابا بالظبط؟ انا عندي مصيبه هنا في البيت. انا قمت من النوم الصبح لقيت ناس ما اعرفهمش، وبعدين دلوقتي لقيت ناس تانية غير الاولانيين برضو ما اعرفهمش. يعني انا لا اعرف الاولانيين ولا اعرف التانيين. انا خايف لاكون الناس دول عايزين يسرقوني ولا يقتلوني. ها اسمع، انا ما كنتش عايز اكلمك بصراحه، انما دلوقتي مش عارف اتصرف ازاي. بكلم اخوك وهات البوليس وتعال بسرعه قبل ما يعملوا فيا حاجه. ها بقول لك يا سامح، هو انا كنت اهلاوي ولا زملكاوي؟ بترول اسيوط. كويس قوي قوي ان كنتوا جيتوا بسرعه. كويس قوي. ده ضابط المباحث؟ المباحث ايه بس يا بابا؟ اهدى حضرتك. بصوا، انا عايزكم تبقوا ناشفين معاهم، تخشوا عليهم دخله جامده، يعني شتيمه وقله ادب وضرب، ضربه باللكاكين والشلاليت كل حاجه، كل حاجه. ما تقلقش، قطعوهم. ما تقلقش يا حاج، تقلقش. يلا اللحم في ناحية والعظم في ناحية. خالص. يلا. ايه ده أنكل حسن؟ أنكل حسن ازيك؟ سامح ازيك يا حبيبي؟ كريم وحشني. ازيك يا كريم؟ ايه الأخبار؟ حسن يا بابا. مش تقول لنا شنكر حسن، شنكر محل مين وحياة؟ ده عمو فكري يا بابا. عم يا أساس شنكر عمرو فيه يا سيدي. شنكر عمرو فيه. يا بابا الاهمال في الدواء هو السبب في الحاله اللي حضرتك وصلت لها دي. احنا صحيح ما كناش بنجيلك لان ده كان طلبك، بس احنا كنا متابعين مع الدكتور شاكر الحاله اول باول. يا بابا انت طبعا دلوقتي مش هتفتكرني خالص، بس اسمعني، الزهايمر مرض ملوش علاج، حاله بنحاول نثبتها وما نخليهاش تزيد. عدم الانتظام في الادويه هيكبرها ويوصلنا لمراحل احنا مش عايزين نوصلها. احنا وصلنا لها اهو. لا ما تقولش كده، ان شاء الله كل حاجه ملحوقه باذن الله. الحمد لله ان اللي حصل ده ما حصلش قدام حد غريب. احنا من هنا ورايح كل حاجه يبقى لازم معمول حسابها، الاكل، النوم، الصحيان، ما فيش خروج لوحدك. ها والاهم من ده كله العلاج، والا انا بعد كده مش هكون مسؤول. بقولك يا بابا، انا سابك الصعب بتاعي، ما وصلت أي حاجة. أرجوك بابا، أنت لازم تسمع الكلام، لأنك مش ممكن تخف من غير علاج.
الشافعي. خارج ازاي؟ الدكتور ما كتبش لحضرتك على خروج. كاتب لي على خروج مره كل 6 ساعات. يا فندم ما حصلش. لا حصل، بس انت اللي ناسيه. يا فندم بالعكس، ده منع الخروج خالص. يعني ايه؟ هفضل مسجون هنا ببيتي؟ لا، بس هي الحاله تستقر الاول وبعد كده حضرتك اخرج زي ما انت عايز. انا ما بقتش طايق القعده هنا، خلاص انا اتخنقت. طب خلاص، نتصل بالاستاذ حسن وبقيه الشله. وهو الاستاذ حسن وبقيه الشله دول مكتوبين لي في الروشته؟ دول صحابك. دول مش اصحابي. انا مش فاكر ولا واحد فيهم. وبعدين انا ماليش الجو بتاعهم ده. شفت، هالحالة لسه ما استقرتش. انا اصحابي حاجه تانية خالص. انا هروح لهم. على فين محمود بيه؟ هو الدكتور امرنا خلاص بالخروج. اه، راح فين يا باشا؟ انت مين؟ انا ياسر السواق بتاع سامح باشا. اه افتكرتك. اه صحيح. اوعى اوعى. ممنوع سعادتك. هو ايه اللي ممنوع؟ بقولي سعادتك ممنوع. وسع، بلاش كلام فارغ. انت هنا مش عشان تمنعني من الخروج. سامح قال لي انك انت هنا عشان لو احتجت حاجه اجيبها لي. ما امرنيش بكده سعادتك. بالامر بايه؟ امنعك من الخروج. تمنعني من الخروج؟ لا انت ولا 10 زيك يقدروا يمنعوني من الخروج. ما بقاش الا صرصار زيك يمنعني من الخروج. شكرا يا معلم، الف شكر. بس عشان تبقى عارف، انا لو كنت عايز اخرج كنت هربت. انا بس كنت بختبرك بشوف رد فعلك ايه. ناخد الدواء بقى ولا ايه؟ ايه الدواء؟ اه طبعا لازم ناخد الدواء، لازم ناخد الدواء. ما تاخد معانا شويه دواء كده؟ آه، لقمه هنيه تكفي 100. انت زفت يا حامد، تعال سد الفتحه دي، اجيب طيار هوا. حاجه مش معقوله، الواحد مش عارف يودي جمالك فين. والله يا معلم صحيح يعني. اه، ما تيجي تريح جنبي هنا شويه بدل اللي واقفه بره ليل نهار كده، يجيلك حمى ولا يجيلك حاجه. خلاص يا منى، لقيت ياسر كان واقف هنا ورا السور. انت كنت فين يا كلبه؟ انت كلبه حماره كبيره. يلا ودينا على السرير. جينا بسرعه اول مره دي. هو انت ما بتنامش ابدا؟ مش معقول اللي انت بتعمله ده. بصراحه بقى الناس هنا كلها تعبت معاك. انا مش عايز الناس دي هنا خالص، انا عايزهم يمشوا. يمشوا يروحوا فين بس يا بابا؟ وحضرتك هتقعد هنا لوحدك؟ ما انا طول عمري لوحدي، من ساعه ما اتخرجت من الجامعه كل واحد شايف حاله. محدش فيكم فكر يسال عليا. لا اللي متجوز بيسال ولا العازب بيسال. بابا، مش حضرتك اللي طلبت مننا كده؟ ما هو من عمايلكم. وحضرتك مش عايز تنسى الحاجات دي ابدا؟ لا طبعا مش هنسى. انا اديتكم ملايين قبل كده عشان تشتغلوا بيهم، ضيعتوها زي العيال الصغيرين. بابا احنا عارفين الكلام ده كويس قوي. حضرتك قلته لنا قبل كده 100 مره، احنا مش عايزين منك فلوس. انت اللي اتصلت بينا قلت لنا تعالوا. مش عشان المصيبه اللي عندي دي. كويس انك عارف ان الزهايمر مصيبه. يبقى نسمع كلام الدكتور ونتعالج بقى يا بابا. زهايمر ايه؟ انا بتكلم على المصيبه اللي قمت من النوم لقيت الناس بتشتغل عندي انا ما اعرفهمش. الحالة رجعت تاني. مفيش حالة من أصله. أنا معرفش الناس دول، ولا أعرف الناس اللي نزلت لقيتهم تحت، ولا أعرف الناس اللي صورهم في الألبومات.
انا ما اعرفش الناس دي خالص. لو سمحت يا دكتور من فضلك شوف لنا حل في الحكايه دي بقى. يا محمود انت تخرس خالص. انا جالك اخرس خالص. اقعد تكلمش. انا بس اللي اتكلم، انا ما اعرفكش. طب ما انت حضرتك ناسي كل حاجه اهو، ده الدكتور بتاعك، ده انت كويس انك فاكرنا اصلا. انا مش ناسي حاجه، انا فاكركم كويس، وفاكر امك الله يرحمها، وفاكر بنتك ملك ومراتك نجلاء. طب اهدى شويه يا بابا عشان خاطري. وفاكر عمك عمر، وفاكر شافي كان بيشتغل معايا في السوق. ازاي بقى فاكر كل ده وتقولوا عليه عندي البتاع اللي بتقولوا عليه ده؟ طيب 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 يا حاج، انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز اخرج اروح اجي، انا متحبس بالطريقه دي. طب حضرتك قول لي، طيب عايز تروح فين مثلا؟ اروح النادي، اتمشى في وسط البلد، اشوف صحابي القدام، زاهر رشدي الله يرحمه، فؤاد صالح. فؤاد صالح انت حاضر عزاز السنه اللي فاتت يا حاج. عمكم نعيم ايه مات وراخر؟ يا بابا كل اللي بتتكلم عنهم دول اموات. اه يبقى بكره الصبح اطلع القرافه. عرفت ايه بس يا حاج اللي انت عايز تطلعها؟ اروح لشافعي. بسيطه، ياسر ياخدك بكره الصبح يوصلك لغايه شافعي. لا 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 ياسر لا، الراجل الحقيقه عامل مجهود كبير قوي معايا. اصلا ما فيش خروج دلوقتي. محمود بيه لازم ياخد راحه لمده اسبوعين على الاقل لحد الحاله ما تستقر. انت مالك انت؟ انت حد قالك اتكلم؟ مالكش دعوه خالص. يا بابا اهدى بس شويه، دول هم كلهم اسبوعين وهيعدوا. مفيش اسبوعين، هخرج يعني هخرج. شوف يا حاج بصراحه كده، عندك ده هيخلي مفيش قدامنا غير حل واحد. ايه هو؟ يا اما ندخلك مستشفى متخصصه، يا اما مصحه نفسيه. اني زعلان من ياسر بس زي بعضه هياكل معانا برضه. ربنا يخليك لينا يا باشا. بص ياسر، احلى حاجه في الدنيا العيش والملح، يعني لما نقعد كلنا كده ناكل من طبق واحد، خد بالك نحس بالالفه، نحس ان احنا عيله. الاكله دي بقى اسمها ايه؟ ايه الاكله دي اسمها ايه؟ دي اكله صيني، شفتهم بيعملوها في التلفزيون، صحيه جدا، لا دهون ولا كوليسترول ولا اي حاجه من غلغلة. نعم. هاتي لي ازازه الصويا من جنبيك. عيني. الصويا بقى ده هو اللي بيخلي للاكل طعم. انما حكايه الطبخ دي جديده عليك يا محمود بيه. انت حمار، انت بتفهم حاجه، انت ناسي. فاكر لما كنت بقعد انا اطبخ والحاجه تبقى قاعده جنبيا؟ ده انا كنت بعمل اكل. ايه؟ اي أيوة والله. اشي مشوي واشي مقلي واشي في الفران وطواجن، كنت بعمل انا كنت بعمل طواجن ما حصلتش، كنت اعزم اصحابي ساعات هنا نقعد ناكل طواجن ناكل الحاجات دي كلها. مره عملت بقى صينيه بطاطس باللحمه الضاني. كنت بعمل عليها بقى ايه شويه حاجات زي الفل، يعني احط الصينيه في الفرن والصينيه بقى ايه تطلع بعد ما تسخن تلاقي يعني عايز تاكل صوابعك وراها. هتاكلوا اكل. ايه الاخبار؟ جميله.
هتطلبوا معايا الدليفري ولا هتاكلوا من البتاع دي؟ حلو الاكل مش كده؟ تسلم ايدك يا باشا. تسلم ايدي ايه؟ ده انا شاري كله من بره. ما هو برضه من خيرك يا محمود بيه. كله كله. مره واحد عنده زهايمر خبط في مراته. مراته قالت له انت مش شايفني؟ قال لها شفتك بس مش فاكر فين. هقوم بقى اجيب لكم الفاكهه. خليك انت يا باشا، قوم اجيبها انا. لا 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 لا، اصل انا هعمل لكم كمان شويه موز باللبن ما حصلوش. هو محمود بيتاخر كده ليه؟ هو مش قال انه بيغسل الفاكهه بايده؟ لا، وبيعمل موز باللبن كمان. حلو قوي المشعل ده، بس ده اتاخر قوي. صباح الخير. صباح النور. الاستاذ شافعي موجود؟ نقول له مين؟ قول له محمود شاهين. اتفضل حضرتك استريح وانا هبلغه. يا محمود كلنا كبرنا خلاص. انا نفسي بقيت مليان امراض، اشي ضغط، اشي سكر، على حبه شرايين تعبانه. نهايته الواحد بقى مش ولا بد. بس انا فاكر كل حاجه يا شافعي. انا فاكرك كويس، وفاكر ان المحلات بتاعتك هتلزق في المحلات بتاعتي في السوق. ما هو الزهايمر كده يا محمود، الحاجات القديمه تفتكرها بالتمام والكمال، والحاجات الجديدة اللي بتحصل تنساها في ساعتها. أنا مش ناسي حاجة يا شافعي، مش ناسي حاجة، لا القديم ولا الجديد. أمال اللي بيحصل لك ده إيه يا أبو حنفي؟ الدكتور اللي بيعالجك والممرضة والخدامة واللي حكيتهولي ده كله يبقى إيه؟ في حاجات عرض كتير بتحصل يا شافعي، أنا مش فاهمها. محمود لازم تصدق اللي هقولهولك، لانك مش هتصدقه من حد تاني غيري. انت عندك زهايمر من سنتين. مره كنت ماشي في الشارع وقابلتك، معرفتنيش. هي ابتدت بنسيان شويه حاجات بسيطه، وبعدين الموضوع زاد، وطبعا كل شويه الموضوع هيزيد اكتر. المشكله يا محمود ان اللي عنده زهايمر ما بيبقاش عارف، مش عايز يصدق. بيتهيألي ان كل الناس بتضحك عليه وعاوزين يساووه، وممكن يفكر انهم عاوزين يقتلوه كمان. بس هي دي الحقيقه، احنا خلاص كبرنا يا محمود. حضرتك قريبه؟ لا انا صاحبه. ولاده اللي بعتيلك؟ لا، وفي الحقيقه انا رحت سالت عليه بيته القديم، البواب قال ان هو عندكم هنا في الدار. طيب اتفضل. كويس قوي ان حضرتك جيت دلوقتي. حاله الاستاذ عمر غير مطمئنه بالمره. انا حاولت كذا مره اتصل باولاده علشان يجوا يزوروه، مفيش اي فايده. هما اولاده بقالهم كتير ما بيجوش؟ بقالهم اكتر من سنه ولا حتى بيكلموه في التليفون. المرض ده زي الوحش المفترس، لما بيصاب بيه البني ادم يفضل ياكل في جسمه لحد ما يقضي عليه. الله، انت قلقتينا على الراجل. هو عنده ايه بالظبط؟ عنده الزهايمر. عنده ايه؟ الزهايمر. زهايمر؟ ايوه. الوان اللي كنت جاي اشتكي لك. طب انا فاكرك، انت فاكرني؟ محمود شعيب المسكي، كلت القماش الكبيره. محمود شعيب
ده انت كنت المحامي بتاعي ومسك لي كل الشغل. ازيك يا محمود؟ محمود شويه. خلاص انت هتردح لي؟ افتكرتك. حد ينسى الايام الحلوه الجميله اللي عشناها سوا دي؟ على رايك. انما انت يا عمر ما قلتليش ليه انك انت قاعد هنا؟ وانا لو كنت قلت لك كنت هتجيلي ازاي؟ هجيلك ازاي يعني ايه؟ مش عملوا حظر تجول بره؟ حظر تجول ازاي يعني؟ مش ضربوا نار على عبد الناصر في العرض العسكري؟ قصدك السادات. والسادات مسك الحكم؟ سيبك من المواضيع دي دلوقتي، المهم انت حوالك ايه؟ الحمد لله. فاكر زاهر رشدي؟ زاهر رشدي فاكره، انت فاكره؟ طبعا فاكره، كان معايا في الحرب، عبرنا انا وهو في نفس القارب. طب ما انت فاكر كل حاجه اهو. ودي حاجه تتنسي يا عبد الباسط؟ طب هقول لك حاجه، الناس بتوع زمان دول كانوا كويسين، الناس بتوع دلوقتي عايزين يسرقوني، وفي واحد بقاله 3 ايام عايز يقتلني. يقتلك؟ اهو النعمه. لا ما تخافش، انت انا في امانه يا عمر. المهم ابوك عامل ايه دلوقتي؟ ابو الله يرحمه كويس، زي الفل الحمد لله. طب الحمد لله. ومعاك عيال؟ عيال ايه يا عمر؟ دول متخرجين من الجامعه على ايدك. ايوه ما انا فاكر. قبل ولادك بسنتين. ولادي؟ هو انا اتجوزت؟ وخلفت صح؟ طب لما انا خلفت العيال ما بيجيش تزورني ليه؟ ما انا هبقى اكلمهم يجوا لك يا عمر. لا انا مش عايزهم يجوا لي. لو جوا لي هفتكر ان هم ما حدش فيهم بيزورني. خليهم يمكن مشغولين في حاجه اهم. على رايك. الدنيا تلاها يا عمر. ان شاء الله لما هيفضح يقول. مع ان انا لما اتجوزت كنت كل يوم جمعه نتلم ونقعد والعيال تقعد والعيله والاسره والعيال بتجري في الشارع والشارع ده فاضي ما فيهوش حاجه خالص. يا فاتن ازاي تسيبوه كده من غير بامبرز؟ من غير ايه؟ بامبرز. بامبرز؟ ايوه لا مؤاخذه يا استاذ، اتفضل حضرتك غيروه بسرعه. طيب هسيبك انا عمر، هشوفك بعدين. تعال زورنا يا محمود، مش زي عيالي. السلام.
من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. منى 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 فين يا محمود بيه؟ نضارة القرايه فين؟ قلبت عليها الدنيا مش لاقيها. حضرتك لابسها. حضرتك لابس النضاره. انا بقى في ايه؟ اهدى بس. ايه؟ انت انتظمت في الدواء فاكيد هتبقى كويس. دواء ايه؟ مفيش فايده. انا بقيت فاكر حاجه. انا بقيت ناسي كل حاجه. ايه ده محمود بس؟ مش عارف ده. كويس انك جيت يا اسطى. العطل في الحمام اللي فوق. طيب اقفلوا لنا المحبس. انا رايح اقفل. اوعى تنسى ها حمام محمود بيه اللي في الدور. يا عم حامد هي اول مره ما انا عارفه. خلاص خلصت يا ريس؟ خلاص ان شاء الله. بس شوفوا لنا حاجه بقى نسيق بيها الحمام لمؤاخذه. ده يا جلال هي اللي تنشف. هي راحت مشوار وجايه. انا هجيب الحاجه واجي. كله بقى تمام يا باشا. 100 100. هو سعادتك متضايق من حاجة ولا حاجة؟ لا مفيش. هي عموما مش غلطتي عدم المؤاخذة يعني. أنا تلات أربع مرات أصلح الخلاط ده قبل كده وكل مرة أقول لحامد الخلاط لازم يتغير بس هو بقى فهمني إن حضرتك اللي مش عايز تغيره. أدينا غيرناه. طب الحمد لله يا باشا. بس كويس برضه إن حضرتك جبت ناس تشتغل في الفيلا وأنا صبرته. قصدك إيه؟ لا اصل انا كنت كل ما اجي ما الاقيش غير سعادتك وعم حامد في وشي على طول. استنى في ايه يا بيه؟ انت جيت هنا قبل كده مش كده؟ كذا مره سعادتك. اخر مره كان من حوالي شهرين. شهرين وكنت لوحدي؟ طبعا يا بيه. كان البيت لا مؤاخذه هو ما شفتش حد من الناس اللي كانت بتشتغل هنا دول. انا اول مره اشوفهم النهارده يا بيه. انا حمد قلت لك استنى. هو في مشاكل؟ مفيش حاجة. امشي انت خد حسابك من حالي. اهوى انا هقولك على كل حاجة. قول. انا ماليش ذنب في اللي حصل. سامح بيه وكريم بيه هما اللي قالوا لنا نعمل كده. مين؟ سامح بيه وكريم بيه. ليه؟ رافعين على حضرتك قضية حجر. قضية حجر؟ واخدين قرض من البنك ومش عارفين يسددوه ولو ما دفعوش الفلوس هيتحبسوا. ولا هادي يعملوا فيها كده؟ هم قالوا ان حضرتك مش عايز تساعده. ومأجلينكم بقى كلكم عشان تعملوا التمثيلية دي عليا. جلسة المحكمة كمان اسبوعين. لازم لما تحضرها يبان عليك الزهايمر. والدكتور؟ متفقين معاه. والاستاذ حسن والبنات اللي معاه متفقين معاهم برضه. دول شويه كومبارس كده هم مأجرين. والواد بتاع الجيزه معاه وشافعي معاه. الله مصر كلها عايزين انسى. طيب انا لما قمت يوم الاثنين وبصيت فوق النار لقيته الخميس كانوا متفقين مع الاهرام برضه؟ لا هم حطوا لك منوم فانت نمت تلات ايام. تقوم لما تصحى الايام تتلخبط معاك. طب انا لما هروح المحكمه هيبان ازاي ان انا عندي زهايمر؟ ما انت في دواء بتاخده بقالك ست شهور. كاتبه الدكتور شاكر بيعمل نفس اعراض الزهايمر. انا ما باخدش دواء من ست شهور. حامد بيحطهولك في الشاي وفي العصير. حامد؟ حتى حامد؟ انا هحبسكم كلكم. محمود بيه الناس اللي تحت دول كلهم غلابه. كان عندهم 100,000 سبب يقبلوا الشغلانه دي. ما فيش داعي تأذيهم. وبعدين المسامح كريم يا باشا.
اللي تهون عليه العشرة ما يستاهلش السماح يا حامد. وانت يا جلال مش خايفة ولادك يعملوا فيك زي ما عملت فيا؟ ايش ياخد الرحم البلاطس يا محمود بيه؟ وهو انا اصلا حلت حاجة عشان ياخدوها؟ ومش خايفين ابلغ البوليس؟ بلغ يا بيه، هيعملوا فينا ايه؟ دخلونا السجن، على الاقل هنضمن لقمة ناكلها هناك. ايه ده؟ انتوا مضروبين قوي كده؟ ميح. وبعدين ما هي الفلوس في الاخر مش هتبقى بتاعت البهوات الصغيرين، وانت وهم واحد. ده بعد ما اموت يا حامد. ما هم قالولنا انهم كده كده هيكسبوا القضية، فيبقى احسن لنا يعني ينوبنا من الحظ الجانب. في الاول وفي الاخر احنا اضطرينا نعمل الشغلانة دي علشان فعلا محتاجين فلوسها، لكن الدور الباقي على ولادك. ولادي؟ اه. طب شوفوا بقى، انت هتسمعوا الكلام اللي انا هقوله لكم ده وهتنفذوه بالحرف الواحد، ولا بلغ النيابة احسن؟ انا عندي زهايمر مش كده؟ ايوه عندك الزهايمر. اه يعني انا لو قتلتك او خزقت عينيك لا احاسب قانونا. ومين قال لك انك عندك الزهايمر؟ انت زي الفل. ما كنت بتقول ايه ده؟ في ايه ده عيان عندي. قوم يا ابني هنا، قوم. الكلام اللي هقوله لك ده تسمعه بالحرف الواحد وتنفذه، فاهم؟ بالحرف الواحد بس اعمل معروف، اعمل معروف بلاش وضهايمر. لو سمحت ما تعرفش سامح بيه قاعد فين؟ اه يا فندم سامح بيه هنا. شكرا. انت بذل. شكرا. سامح، سامح. ايه ده؟ في ايه؟ انت ما بتردش على موبايلك ليه؟ موبايلي لا، موبايل اهو بس ما سمعتوش. طب تعالى عايزك. طيب تعالى تعالى عايزك. اجيب الكاس بس. ابوك خرج من الصبح وما رجعش لغايه دلوقتي ومحدش عارف هو فين. طب واللي مزروعين في البيت دول قاعدين بيعملوا ايه؟ خايفين، وكان عندهم امل انه يرجع في اي لحظه وما يبقاش في مشكله. ما يكون راح فين يعني؟ مش عارف. طب يمكن يكون راح لعم شافعي؟ كلمته ما يعرفش عنه اي حاجه. بقول لك ايه، ابوك واصحابه ومعارفه معدودين، يعني في الاخر لازم نلاقيه عند حد فيه. ما تقلقش قوي كده يا كريم. لا شكرا يا باشا، عاجزين عن الشكر. شكرا، مع السلامه. سلام. ها لقيتوا حاجة؟ قلبت البيت كله برضه مفيش أي حاجة. قول لي أنت عملت إيه؟ سألت في المستشفيات والفنادق والإقسام، ملوش أي أثر. أنا مش عارف ندور عليه فين تاني. طب تيجوا نطلع أوضة النوم يمكن نلاقي حاجة فوق؟ أنا مش فاهمة، هو إحنا المفروض نلاقي إيه هنا؟ هو أي حاجة يا نجلة. إن شاء الله نلاقيه سايب حتة ورقة مكتوب فيها اسم ولا عنوان، نروح نشوف يمكن نفهم حاجة. سامح بيه. ها؟ الناس كانت بتسأل نستنى ولا نمشي؟ بيتهيألي وجودهم دلوقتي ملوش لازمة. شوف حسابهم إيه وخليهم يمشوا. ايه هو ده؟ مفيش حد هيمشي من هنا. افرادو رجع فجأة، لازم يرجع يلاقي كل حاجة زي ما سابها. ايوه صح، مظبوط صح. ولو رجع تتعاملوا معاه زي الاول بالظبط، فاهمة؟ حاضر. يلا بينا، واضح ان احنا مش هنلاقي اي حاجة. يلا حبيبتي. احنا ما سبناش حتة ما دورناش فيها. احنا بقالنا اسبوعين بنلف ومفيش فايدة. طب وبعدين؟ احنا مش ساكتين والله. كل الكلام ده ما منوش فايدة. الجلسة بكرة في المحكمة. طب وإيه الموقف دلوقتي يا متر؟ الموقف صعب، القضية قضية حجر. لما يبقى الوالد مش موجود كده هندخل تحت بند المفقود. حليني بقى ولا خمس سنين في المحاكم. لا الكلام ده ما ينفعناش، البنك مش هيستنى. كريم سامح لازم تتصرفوا. طب احنا مش ممكن نجيب واحد تاني نخليه يحضر الجلسة على أساس إن هو بابا؟ دي ليها ترتيبات تانية، ضرب بطاقة وأوراق، وللأسف مفيش وقت. وجلسة بكرة دي يا متر ما ينفعش تتأجل؟ ده آخر تأجيل. طب ما حضرتك تسدد لنا نصيبنا من القرض لغاية ما نلاقي بابا. وهو أنا لو كان معايا فلوس كنت شاركتكم الأول؟ بقول لكم إيه؟ إحنا مشاركين بعض في السر آه، إنما في البنك إحنا الأربعة واخدين القرض. يعني السجن والفضيحة هيبقى علينا كلنا، زينا زي بعض. لو النبي ما تقول كده. لا إن شاء الله ربنا مش هيجيب فضايح. وبعدين احنا عمرنا ما عملنا حاجة وحشة لحد عشان يحصل لنا كده. يا جماعة لازم نهدى شوية ونفكر هنعمل ايه بكرة. لو القضية دي اتشطبت حليني بقى على ما نبتدي اجراءات من جديد. الله طب اتفكر يا متر، مش دي شغلتك؟ الو. ايوه انا. ايه؟
حضرتك متأكد؟ طيب أنا جاي، أنا جاي لحضرتك حالا. شكرا. بابا محبوس في الاسم. ايه؟ الاسم؟ ايه انتوا قاعدين؟ يلا. زي ما بقول لحضراتكم كده، جالنا بلاغ عن خناقه، ولما الدوريه اتنقلت لهناك لقيناه ماسك في خناق الراجل ده، تقريبا كان هيموته. وايه سبب الخناقه سيادتك؟ الوالد بيقول انه كان عايز يسرقه. الله، يعني الراجل اللي بابا ضربه ده حرامي؟ لا مش حرامي، لما فتشناه ما لقيناش معاه اي حاجه. زي ما حضرتك شايف اهو، موظف محترم على درجه وكيل وزاره. ايوه شكله محترم اهو ومش حرامي. امال في ايه؟ انا لاحظت ان حاله الوالد مش طبيعيه، تقريبا كده مش مركز، كلامه مش راكب على بعضه، بيتهيألي في حاجة مش كده؟ هو عنده زهايمر سعادتك، بس تحت العلاج. زهايمر، أنا قلت كده برضو، عشان لما لقينا نمر سامح بيه في الورق اللي معاه ما كانش عارف نمرة مين ده. إزاي بقى بتسيبه يخرج كده لوحده؟ يا أمين طلع متهم الحجز. الحقيقة هو مختفي بقاله فترة، خرج من البيت ومحدش عارف هو فين، والفترة اللي فاتت كلها كنا بندور عليه. طب الحمد لله يا بدر، أهم حاجة بس اضطهاد الراجل اللي اتضرب ده، أي شكل من الأشكال يعني، عشان مصلحة الوالد. حرامي بتتكلم، ما عرفتش حاجه. حرامي بتتكلم، انا كده محترم. معلش يا قصير يا قصعه. مش يا راجل، ما هو قصير ما فيهاش حاجه. يا قصير يا ايدي الهون، مين قال لك تعمل تلفون؟ يا قصير يا ايدي يا قصير. لو سمحت اثبت لنا اللي حصل ده في المحضر. كده الحظ خدمنا خدمة العمر، محمود يبقى معاكم من بدري بكرة في المحكمة، وانت طبعا جاهز يا متر. طبعا المحضر بتاع النهاردة هيفيدنا قوي، وانا ظبطته كويس قوي مع الظابط. اموت واعرف كان غطسان فين بقاله اسبوعين. ما انت شايفة اهو يا حبيبتي، كلامه كله متلخبط وما تعرفيش تطلعي منه بوعد نافع. انا قلقان عليه قوي، اللخبطة دي سببها ايه؟ يبقى كويس قوي لو فضل متلخبط كده لحد بكرة. بس طب لو بابا جه بكره قدام القاضي وما تلخبطش وانكر كل حاجه، هنحلها ازاي دي بقى؟ احنا جاهزين لكل حاجه يا استاذ سامح، الشهادات الطبيه والتقارير ومحضر رسمي بشهاده الضابط نفسه والراجل اللي انضرب، كل الحاجات دي هتدعم طلباتنا، بس المهم ان يكون قدام القاضي بكره. أستاذ محمود، ما هي أقوالك فيما هو منسوب إليك؟ أستاذ محمود؟ أيوه نعم. هي أقوالك في موضوع الزهايمر ده؟ مش عارف إزاي يعني؟ في تقرير من الدكتور بتاعك، وفي بيان بروشتات الأدوية اللي أنت كنت بتاخدها، وفي كمان محضر معمول في اسم مدينة نصر امبارح يؤكد كل كلامتك. شوف سعادتك، انا ذاكرتي دي حديد، انا لا يمكن انسى اي حاجه حتى لو حصلت من 30 سنه. وعندك شحيبر وابو دومه ممكن تساله في الموضوع. مين شحيبر وابو دومه؟ ولادي. ايوه بس انت ولادك اسمهم سامح وكريم. امال انا قلت ايه؟ انت قلت شحيبر وابو دومه. لا انا قلت سامح وكريم. انت متاكد يا استاذ محمود انك ما قلتش شحيبر وابو دومه دلوقتي حالا؟ شفت بقى سعادتك مين فينا اللي بينسى. طب يا استاذ محمود شكرا. تحجز القضيه لجلسه 13/10 للنطق بالحكم. اتفضلوا حضراتكم. اللي بعده. السلام علي المواردي. يعني ايه اللي عمله ابوكوا ده؟ ما احنا كلنا عارفين انه ما عندوش زهايمر. طب مش يمكن الادويه اللي بياخدها دي اثرت عليه؟ بتتكلم يا شاكر، انت مش قلت ان الادويه اللي اديتها له دي هتخليه مهزوز بس؟ ايوه هو ده الاثر الطبي اللي نعرفه، بس مع السن ممكن تكون الادويه اثرت على الذاكره. يعني جاله زهايمر بجد؟ حتى لو جاله زهايمر بجد ما هو ده اللي احنا كنا عايزين. لا طبعا احنا عايزين نكسب القضيه، مش عايزين ناذي بابا. النتيجه واحده في الاخر، المهم انكم كسبتوا القضيه خلاص، يعني كلها اسبوعين وتحطوا ايديكوا على كل حاجه. هو ده المهم دلوقتي. صح، انتوا بقى لو هتضعفوا ولا هتنخوا افتكروا السجن والفضايح اللي هتحصل لنا كلنا.
وبعدين لما تحطوا ايديكوا على الفلوس ابقوا عالجوا بيها عشان ضميركوا يستريح. ده احمد بتاع البنك. طمنوا بقى. الو. ايوه يا استاذ احمد. ايه؟ ده حصل امتى الكلام ده؟ طيب يا استاذ احمد. انا هبعدي عليك. شكرا شكرا. في ايه؟ ابوك سحب كل ارصدته من البنك. يعني ايه؟ مش عارف. يلا بينا. على فين؟ نروح نشوف ابوك عمل كده ليه؟ سامح بيه. في ايه؟ كنت عايزه اقول لكم على حاجه بس كده قبل ما تطلعوا المحكمه. في ايه؟ ما تخلصي. انا دخلت عليه في الاوضه لقيته في الحمام، لقيت شنطته مفتوحه، ما تسالونيش ليه يعني، المهم بصيت فيها لقيت فيها عقود وشويه ورق كده، وقلت لازم اقول لكم. عقود ايه دي؟ عقد بيع العربيه وعقد تنازل عن الفيلا لدار الايتام ده بعد ما يموت، وكمان عقد بيع العزبه وفيلا الساحل. يا نهار اسود، والحاجات دي كلها باعها امتى؟ تواريخ العقود كلها في الفتره اللي هو اختفى فيها. والعقود دي فين؟ عنده في الشنطه. يا رب يا رب احنا عملنا ايه بس في دنيتنا عشان يحصل لنا كل ده؟ هو فين دلوقتي؟ موجود فوق. لا احنا لازم نحط حد للي بيحصل ده. تعال. يلا طبعا. ايه يا بابا ده يا بابا؟ الله الله الله، ايه يا بابا في ايه؟ الجواب اللي جالي ده؟ ده جواب فصل من المدرسة. يعني بتزوخ يا بابا؟ الكلام ده وانا في اولى اعدادي. وهي اولى اعدادي دي شوية؟ ايه ده؟ مطلوب يا بابا. فاشل يا بابا، ما فيش حاجة يا بابا. الكلام ده من زمان والله. يا ابو كحكة ممنوع عنك المصروف. ماشي. وما فيش بليلة الصبح. ما فيش بليلة. ما بحبهاش. ماشي. الحقني يا سامح. انا رايح اجيب حاجه من العربيه وجاي. ليه ما تبقاش زي اخوك سامح؟ عاقل وشاطر وعارف ان هو لسه في الاعداديه ومقطع نفسه في المذاكره. تعيش يا حاج. تشرب سجاير من ورايا يا كلب. ايه؟ انت متصور ان انا مش عارف؟ انا ما فيش حاجه تعدي على بابا. يلا يلا اطلعوا على فوق عشان هحميكوا. ايه؟ هحميكوا وبعد كده اذاكر لكم. يلا يلا يا عم. يلا ايه بيقول لك هحمينا؟ يلا يلا يا كريم. يلا 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 ورانا مذاكره. يلا يلا تعالوا. يلا يلا تليفكوا بقى، تليفة العمر. ودول بامبرز عشان تلبسوهم بعد ما تستحموا عشان البلاوي اللي بتعملوها بالليل وانتوا نايمين. يا سامح ده ايه الليفه اللي في ايده دي بيليفوا بيها الحصانه يا عم؟ اسكت اسكت، خلينا نخلص. شايف اخوك العاقل؟ وريني تحت بطاطك. بطاط ايه؟ تحت بطاطك. اتفضل. اي 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 اخلص. اي اخلص. حاضر حاضر. لا دي نظيفه، دي نظيفه والله والله يا حاج، نظيفه يا حاج. انا مستحمل. اخلص يا ولد. حاضر يا حاج. اخلص. حاضر يا حاج ليف. لا لا لا، ايه ده ايه ده؟ لا دي مش البطاط، خلينا في البطاط. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا، وحشني قوي. يا جماعه مش هو ده اللي كنتوا عاوزينه؟ عاوزينه ايه بس يا دكتور؟ انت ما شفتش عمل فينا ايه امبارح؟ ده كان بيعدي الليفه من اي حته. زي ما قلت لكم قبل كده، احنا لازم نهوده في كل حاجه لحد الحاله ما تستقر. والحاله دي هتستقر امتى ان شاء الله؟ ده باع كل حاجه وسحب الفلوس. هو ده الزهايمر. المريض بيعتز وبعدين يستقر. ربنا يسهل ويستقر بسرعه ويقول لكم ودى الفلوس فين. وهو كان عنده زهايمر من اصله. والادويه اللي كنا بنديها له يا استاذ كريم، ايه نسيت ولا ايه؟ الله يخرب بيت الادويه على الزهايمر، على كل حاجه. اهدى يا كريم، اهدى يا كريم. مش كده. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي؟ ده انا مش عارف اقعد بالبامبرز اللي ملبسهولي. حكايه كده مش هتنفع. الوقت بيعدي والبنك مش هيستنانا. لازم يبقى في خطه تانية نعرف بيها مكان الفلوس. الفلوس دي عشانك انت يا منى واجلال والباقيين. دول اكتر من الفلوس اللي كنت هتاخدوها من ولادي. انا بصراحه ما كنتش مصدقه انك انت هتقدر تقنع الناس ان هم يبقوا في صفك ويغيروا اتفاقهم مع سامح بيه.
الفلوس تعمل اي حاجه. بس انا ما عملتش كده عشان الفلوس. انا بصراحه عملت كده علشان ندمت اني اشتركت في لعبه زي دي. انا عارف، عشان كده انا اعتمدت عليك في حاجات كتير. خد الفلوس يا هنا. طب وناوي تعمل ايه دلوقتي؟ بص يا منى، كل اللي حصل ده معناه ان انا ما عرفتش اربي ولادي كويس. هما دلوقتي هيقرروا انهم يجوا يقعدوا عندي في البيت، ولما هيجوا هربيهم من اول وجديد. طب افرض ما جوش؟ هيجوا، دول ولادي وانا عارفهم. نعيمة يا بابا، احنا جينا نقعد معاك هنا في البيت يا حاج عشان نخدمك في اي حاجة انت تعوزها. احنا برضو لازم نكون جنبك خصوصا في حالتك دي. طبعا يا انكل، واي حاجة هتعوزها احنا هنعملها لك. ايه يا ملك، ما بيجيش تسلم على جده ليه؟ انت لسه فاكرني يا جدو؟ انت قلت لها ايه؟ تعالي في حضن جد. الله، انا لو نسيت الدنيا كلها مش ممكن انساك يا مالك. تعالي بقى عشان اوريك انا بحبك قد ايه. خد راحتك يا بابا، احنا قاعدين هنا. خدوا انتوا راحتكم. ادي بوسي. الله، كل واحد فينا يدور في حتة في البيت، أكيد مخبي الفلوس هنا. وهو معقولة برضو يخبي ملايين في البيت؟ والله ممكن يخبي ملايين في البيت. كريم، ما قدمناش حل تاني، مفيش ولا ملايين في البنك. ممكن نلاقي الفلوس هنا في أي حتة. وافرض ما لقيناش حاجة؟ مش عارف بقى، بس أكيد هنلاقي ورقة، مستند، أو أي حاجة تدلنا على مكان الفلوس. يسمع من بقك ربنا. جده، عشان تعرفي ازاي انا فاكرك. كلها بتاعتي؟ كل اللعب دي بتاعتك، هنقعد نلعب بيها، ولما تزهقي منها هجيب لك لعب تاني نلعب بيها سوا برضه. طب وهم مش هيلعبوا معانا؟ لا، هم عندهم لعبه تانيه بيلعبوها، ملناش دعوه بيهم. يلا احنا بقى نلعب اللعبه بتاعتنا. شوك حبوده سوك حبيبي، شنكة حبيبي. الحتة دي تبقاني، شوفي ايدي. جد صدق الله العظيم. ايه؟ نام كلهم يا جد. كويس قوي، عشان انا عايز اقول لك على سر. سر ايه؟ سر كبير قوي، بس اوعي تقولي لحد. حتى ماما وبابا وعم سامح ومساتي في المدرسه. اه، ده انت كده هتقولي لمصر كلها. خلاص مش هقول له. لا، انت هتقولي له، بس هقول لك بالظبط امتى تقولي له. اوكي.
يا بابا يا انت هتقتلنا ولا ايه؟ في ايه؟ موسم البط ابتدى. بط؟ ايوه بط. الناس ان انا صياد بط قديم ولا ايه؟ يلا عشان هنروح الفيوم نصطاد بط هناك. دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. حاضر. قوم غير هدومكم. حاضر. وبعد ما صح اخوك اخوه هو اسمه ايه؟ سامح. سامح ايوه. ايوه سامح. يلا. سامح. يلا انت هتستهبلي يلا. فين ايه بطيء ده بابا؟ هنصطاد بط قوم. بطيء. يلا اصحى انت وهو. انا مش عايز دلع فاهمين ولا لا؟ حاضر. مش عايز دلع. حاضر يلا اصحى انت وهو. انا هسمعكم على التلبيده وانتوا حصلوني بالمركب. يلا اصحوا البط اللي يقع تلموه على طول فاهمين؟ حاضر يا رجلها مفقفقه مش قادره. ياما محمود بيه عايزكوا في الجنينه. عايز ايه؟ معرفش. حاج اللي انت عامله ده يا حاج. يلا يا كريم. يلا ايه؟ يلا البس. البس ايه يا حاج؟ بطوله العالم قربت، هنعمل بطوله العالم الداخليه دلوقتي. يلا داخليه ايه؟ يلا يا كريم. يلا ايه يا عم؟ ما يلا انت، ده عمره في حياته ما لعب بوكس، يعني هيقعد يضبش فينا لغايه ما النهار يطلع. بتسكت بقى يا كريم، ناقص كمان تروح تقول على اللي احنا عملناه كله. انا مش عايز العب. انا بقول لك ايه، استرجل احسن، والله العظيم انت حر. بس 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 انا هحلها لكم. بص انت هترفع ايدك كده. هترفع ايدك كده. ارفع ايدك. ايوه ايدك فوق. ايوه وضم دول كده عشان تحمي وشك. والنضاره؟ هات النضاره. هاتها. ارفع ايدك فوق. ايوه اهم حاجه وشك. اهم حاجه تحمي وشك يا كريم. حاضر. يلا البس يا بطل. ده انا شكلي هلبس بجد. بيبي جود لك. خطتنا الدين شمال يمين وهوب فم المعزه. فم الايه؟ المعزه. فم المعزه ازاي؟ في حاجه اسمها فم المعزه؟ معلش. نادس عند جلده النمر مع البطوله الدوليه العالميه الداخليه ما بين الحاج محمود شعيب وولده كريم في وزن الدبانه. يا طالبين الناس حدا حياتي كان. الهيئة اللي بقى الهيئة اللي بقى الهيئة اللي بقى الهيئة
نعم الوكيل. قعدت تقول لي احمي وشك احمي وشك، اتاري في حاجات تانية اهم كان لازم احميها. يا اخي انت اللي مش عارف تلعب، انت اللي غبي. سامح. نعم. يلا دورك. نعم. قابل يا معلم. عودة 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 عودة. اتفرج عشان تتعلم البوكس يعني. ها؟ عودة 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 عودة. فتح النبي ربنا يكرم الحاج محمود شعيب. يا رب يا عالم الغيب اكرم لنا الحاج محمود شعيب. عودة يا بيه. خش عليه عودة بيه، خش عليه عودة بيه، خش عليه عودة بيه. اتعلم. المهم انت اللي تكون شايف. عودة بيه، خش عليه عودة بيه، خش عليه عودة بيه، خش عليه عودة بيه، خش عليه. احمد بيا غالي وقعته من عليلي، احمد بيا غالي وقعالي، احمد بيا غالي. دورك. اعمل لك كمادات يا حبيبتي. بتيجي نلعب البتاع ده؟ لعبة إنسانية، كلها إنسانية. يا سامح الوقت بمر، أنا بأجل قرار الإدارة القانونية على قد ما أقدر، بس هيجي وقت مش هعرف أعمل أي حاجة. ما تقلقش يا باشا، ما تقلقش. إحنا كلها أسبوع هناخد الحكم وهننفذ. احنا بس مشكلتنا دلوقتي ان احنا مش عارفين هو سحب الفلوس وحطها فين. العب يا باشا، العب. اتفضل. برافو يا باشا، برافو. اسمع لما اقول لك، انا اخري معاك لحد ما تستلم حكم المحكمه. بعد كده انا ماليش دعوه نهائي باي حاجه. الاداره القانونيه هتحول الموضوع كله على النائب العام. ساعتها انا ما اعرفكوش. مفهوم يا باشا، مفهوم. اتفضل. يا امجد، ها ايه الاخبار؟ تاني نسيت تاني يا امجد. لا انا عارف البورصه دي هتجيب اجلنا ولا ايه. طيب يا امجد، يبقى في جلسه بكره. كويس قوي ان انت مشيتهم احسن ما يقعدوا يتفرجوا علينا واحنا عمالين نتهزق عمال على بطال كده. او كده بقى نقعد احنا وهو لوحدينا لحد ما نعرف بقى ودى الفلوس فين. على فكره هيفضل يلعب بينا كده لغايه اما نلاقي نفسنا فجاه قدام النيابه. طب ما نقول له كل حاجه بصراحه يا حبيبتي. ما هو اكيد بابا برضو مش هيرضيه ان احنا نتسجن. يا سلام، انت عايزنا نقول له ايه بقى؟ ان شاء الله. بعدين ابوك عمره ما هيفهم قصص البورصه والبزنس الكبير اللي احنا بنعمله ده. خلاص نحاول نفهمه. نفهمه انت كمان؟ هو احنا لسه هنفهمه؟ بقول لكم ايه، احنا خلاص قطعنا مشوار طويل قوي ولازم نكمله. مظبوط يا حبيبتي، كلامك صح. كريم، لازم نلاقي طريقة نعرف بيها أبوك كان فين الفترة اللي اختفى فيها. طبعا. مامي مامي مامي، أنا عارفة هو كان فين. عارفة؟ عارفة ازاي يا ملوكة؟ هو قال لي. طب كان فين؟ عند مراته. ايه؟ ايه؟ عند مراته، أصل اتجوز. اتجوز ايه بس يا ابني التوهوة؟ معقول أنا برضو بتاع الكلام ده؟ يا بابا مش يمكن حضرتك اتجوزت بس ناسي؟ زي ما نسيت انت شلت الفلوس فين يا حاج. فلوس ايه ونسيت؟ طب الفلوس ممكن تتنسي، الجواز برضه حاجه تتنسي؟ لا طبعا. تتنسي ازاي؟ ما يتنسيش طبعا. امال ايه انكل الكلام اللي بتقوله مالك ده؟ يا رأفت يا بنتي نجلة. يا مجدة يا بنتي نجلة. نجلة مين؟ نجلة مراتي. يا بقولك ايه، حد يمشي ورا العيال برضه؟ ها شغالي مخي. طيب افرضوا انا اتجوزت، هخبي ليه؟ خايف منك انا؟ طب ما تقول لنا بقى شايل الفلوس فين؟ يوه كل شويه يقول لك الفلوس الفلوس بابا. الفلوس بابا، الفكره هو انت ما تعرفوش حاجه غير الفلوس. ايوه بس ما حاجه الفلوس كده. الميه حاجه تاني. ايه يا حاج ده يا حاج؟
انا مش مصدقه. بالعكس بقى، انا مصدقه جدا، لعلمك بابا لا يمكن يعمل كده. ليه بقى ان شاء الله؟ هو الموضوع يحتمل الشك. شك ايه بس يا كريم، انا متاكد ان هو عملها. لا ما تقولش كده، ما تقولش كده يا سامح. معقوله بابا يتجوز؟ خلاص انا هشوف مالك جايب الكلام ده منين. يا كريم. ايه يا بابا؟ تعالى لي على المكتب، عايزه روح روح. خش يلا. ايوه بابا. خد القلم ده امسك، وخد الورق ده واكتب اللي هقوله لك. اكتب ايه؟ حمليك. ده اتفضل يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زوجتي العزيزة. الحقني يا سامح، يا سامح. ايه في ايه يا كريم؟ تعالى شوف المصيبة اللي احنا فيها. مصيبة ايه؟ طلع متجوز. كان بيخليني جواب لمراته. الحكاية دي بجد يا بابا؟ والله بينها بجد يا موح. لا بقى كده كتير، انا عندي نتسجن احسن من اللي بيحصل لنا ده. انا مش قادر استحمل. الله، جرى ايه؟ استحمل. حضرتك كنت عايز تبعت لها جواب مش كده؟ مش لما ملهوله الاول؟ لا لا، ما تملهوش حاجه، انا اللي هكتبه وانا اللي هبعته، بس عايز اعرف اسمها وعنوانها الاول. اتفضل. اسمها ايه اللي انا جوزتها؟ اسمها ايه؟ ها؟ اللي انا كنت كاتب اسمها في ورقه هنا عشان ايه؟ خاف انسى. اسمها منى. يا كريم تشربوا حاجة؟ شكرا يا حاجة. ايه سر الزيارة الكريمة دي بعد ما طردتوني من البيت؟ اظن يعني بابا ما ينفعش يسمع الكلام اللي هيتقال دلوقتي، ولا يعرف الاتفاقات اللي كانت بينا. انا مش فاهمة ازاي سمحت لنفسك تعملي حاجة زي كده. يا سلام، انتوا كنتوا عايزين تلهفوا فلوس، اشمعنى انا يعني ما ينوبنيش من الحظ جانب؟ الله، هي مش اخدت الفلوس اللي طلبتها؟ لا ازاي، البحر يحب الزياده. بحر ايه وزياده ايه؟ ما تتكلم كويس يا سامح بيه. الفلوس اللي انت اديتهاني انا ما صرفتش منها ولا مليم، ولو عايزينها كلها انا ممكن ارجعها لكم عادي يعني. طبعا ترجعيها. ما ترجعهاش ليه؟ ما واضح انه صارف ومنغنغ ومظبطك يعني. ما تكونوش فاكرين ان الحكايه حكايه فلوس. امال انت عايزه تفهمينا ان انتوا مرتبطين من ايام الجامعه؟ التاري يا اخويا التاري. استنى يا كريم، وانتوا بقى اتجوزتوا عرفي ولا رحتوا كتبتوا عند مازون؟ لا طبعا عرفي. الله اكبر. الورقه معاكي ولا معايا؟ الورقتين مع محمود بيه، انا سلم له رقبتي وانا مطمنه. حلو قوي حلو قوي. قومي. على فين ان شاء الله؟ هنروح دلوقتي على البيت هنخلص القصه دي. لحسن قسما بالله ما يحصل لك كويس يا منى. ايه ده انت هتهددني ولا ايه؟ حط في اعتبارك ان في حاجه اسمها محكمه الاسره، ودي هتجيب لي حق يعني هتجيب لي حق. وبعدين انا ممكن ابقى حامل. حامل؟ يا نهار اسود. سامح ما يقصدش خالص انه يهددك يا منى يا حبيبتي. وبعدين احنا عايزين نخلص من البلوه دي بسرعه، وكل شيء له حدود. يلا يا حبيبتي، يلا يا حبيبتي، ربنا يهديك لما نشوف اخرتها معاكوا ايه. يلا اتفضلي. حاضر. بابا احنا جبنا منى عشان لازم نحل الموقف اللي انت حطيتنا فيه ده. بقى موقف ايه؟ بابا بلاش الطريقه دي، احنا خلاص عرفنا ان انت اتجوزت منى عرفي. يا لهوي، اتجوزت عليا يا محمود؟ دي اخرتها برضو يا حوده، تتجوز عليا جين؟ انا اتجوز عليك برضو يا جلجوله؟ معقول؟ امال ايه اللي انا بسمعه ده؟ ده كلام شغال دماغي. انا اتجوز المعفنه دي؟ ها؟ دي شبه كوز الدرب. ها؟ انت حياتي يا جلجوله. لا لا مش وقته يا حوده، العيال واقفين. انت جاي من ابو ريش؟ البيت اتهز كده ليه؟ في حاجه دبت. تحت امرك يا سامح بيه يعني. كنت عايزني حاجه من الاخر كده.
تاخدوا كام ونخلص القصه دي؟ لا 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 لا، على فكره انت فاهم الموضوع غلط خالص. يا سلام، انت عايزه تفهمينا انه اتجوزكم انتوا الاثنين عن حب وليه لا؟ انت بقى تخرصي خالص، لان انا مش طايقك، لان اتكلمتيني في التليفون وقلت لي انه خرج وما تعرفيش عنه حاجه، تقومي تطلعي متجوزاه؟ ما هو فعلا جه قاعد عندي بس دول 4 ايام بس. وبعد ما زهق منك راح اتجوز زلقولة دي. والله يا نجلة، ده هو يوم بليلة في بيت امي وبعد كده ياخدش فص ملح وداب. يعني ايه؟ يعني الاسبوعين اللي هو اختفى فيهم دول احنا فعلا ما نعرفش عنه اي حاجة خالص. حلو قوي، يعني قاعد عندك 4 ايام وقاعد عند الهانم يوم بليلة، مش كده؟ بس مش اي ليلة، ده ولا الف ليلة وليلة، هاريته بقى ضحك ولعب وشقلبزات. شقلبزات؟ قصدك ايه؟ قصدك ان هو يعني ما كانش مبسوط معايا؟ اكيد يا اختي، هو لو كان اتبسط معاكي كان اتجوز عليكي ليه؟ ها؟ لا يا حبيبتي لا، ده خاف على نفسه من حسدك منه متجوز واحده زيي، فقام واخدك كده عشان يغزي بيك العين. يغزي بيا العين ليه؟ خرزة زرقاء. بعدين الصراحه انا نفسي تروحي تبصي لروحك في المرايه الاول وبعد كده تتكلمي. مرايه مين يا ام مرايه؟ يا بواقي الستات الجمعيه. لا صراحه انا كده مش هسكت. بس بقى الله، انتوا هترضحوا لبعض وانا قاعد ولا ايه؟ يعني يرضيك كده يا كيمو؟ كيمو يا سفله. بس يا كريم، بس يا منى. ايه ده؟ انت هتقولي منى خاف كده؟ ما انا عايزاني اقول لك ايه ان شاء الله. قولي يا طنط. قابل يا معلم. ما تبس بقى يا بنت انت وهي، خلصنا. خلاص، خلينا نتكلم في المهم دلوقتي ونشوف طريقه نخلص بيها من اللي احنا فيه ده. زي ما اتجوزكوا هيطلقكوا، ويا دار ما دخلك شر. واللي انتوا لهفتوه حلال عليكوا. لهفنا ايه؟ ده كان بيستلف مني. من الاخر كده، هتدفعوا كام وانا اجيب لكم العقود؟ اهو كده الكلام. انتوا عايزين كام؟ 200,000 جنيه زي ما قلت لي بالظبط. كويس قوي. هات لنا بقى كام ورقه وقلم لفابريك، كام عقد جواز عرف عشان الحكايه تبقى مسبوكه. طب هروح انا دي اجلال. لا اجلال مين؟ انا اللي حمضي بدل اجلال وبدل الشهود وكل حاجه، بس المهم ما تديهمش الورق اللي ما تاخد الفلوس. هنجيب لهم 200,000 جنيه منين دلوقتي؟ نتصرف يا اخي، نتصرف. هي دي شغلانه؟ انت عايزهم يبوظوا لنا الموضوع كله بالعقود اللي معاهم دي؟ انا ممكن ابيع سختي بس بعد كده هنتحاسب. نجله، صيغة ايه اللي هتبيعيها؟ اسكت انت. شوف لنا جرام الذهب وصل كام دلوقتي. متشكرين يا حاجة. دي امي، ربنا يحفظها لك. الفلوس هي محمود بيدول 200,000 جنيه. خديهم انت، حلال عليك. خدهم ايه بس يا محمود بيه؟ الفلوس دي مش بتاعتي، وبعدين احنا اتحاسبنا خلاص، وانا خدت اللي احنا اتفقنا عليه. ما انا فاكر ان احنا اتحاسبنا. طب هقول لك على حاجه، خد الفلوس دي وزعها عليكي وعلى الناس بتوعنا اجلال والباقيين، دول غلابة برضه. أنا بيتهيألي كفاية اللي أنت عملته سامح بيه وكريم بيه، ما تنساش إن هما في الآخر ولادك. ما المصيبة إنهم ولادي، ربيتهم وكبرتهم وفي الآخر يعملوا في أبوهم كده. محمود بيه، أنا لو كنت أقدر أختار لنفسي أب ما كنتش اخترت حد غيرك. ها؟ دورت في كل الاوض اللي تحت، برضه ملوش اثر. فتشت في كل الدواليب، حتى هدومه خدها. يبقى اكيد خرج في الفجر. يا ترى المره دي هيغيب قد ايه؟ ولما يرجع هيكون محضر لنا ايه؟ المهم هو راح فين دلوقتي؟ احنا لازم نلاقيه عشان نعرف مكان الفلوس بقى. هيكون راح فين يعني؟ بيروت. ايه؟ محمود بيه سافر النهارده في طياره 7 الصبح. واحد من لبنان اسمه عدنان كلمني وقال لي انه وصل عنده من ساعة وساب لي العنوان. يا دي المصيبة. بيروت؟ تفتكروا بابا ممكن يكون حول الفلوس كلها على هنا في بيروت؟ ممكن طبعا. ممكن لا، يبقى ساعتها خبطنا المشوار ده على الفاضي. أنا بصراحة أبوكوا ده ما بقتش فاهماه خالص. طيب في الحالة دي بقى يبقى نكمل حياتنا هنا، لأن إحنا لو رجعنا مصر وما عرفناش نسدد القرض مش هنلاقي فرصة زي دي عشان نخرج برا مصر. إيه التخريف اللي أنت بتقوله ده؟ أنت بتخرف يا كريم، أنت مش حاسس إنك بتقول إيه؟ نقعد هنا إيه؟ يلا. مساك يا نهى؟ لا، مسيو سامح. أنا كريم. وأنا نجلة، مرات مسيو كريم. اهلا وسهلا فيكم معنا بلبنان، تفضل اذا بتفضل. اهلا وسهلا. تفضلي 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 يا حبيبتي. تفضلي تفضلي. زهر كان عندك حق،
المفروض الواحد يقعد هنا شويه. يا ريت اسامح. لا انا بتكلم عليا انا مش عليك. احنا بقى لنا ساعه طالعين على الجبل. انت خطفانه ولا ايه يا سكر؟ يا ريت يا اخي، يا ريت تكون خطفانه. لا خلاص وصلنا البيت هون. منين بقى من لبنان؟ بيروت. قد على ناس، قد على ناس. مش فاهمة حاجة خالص. معقول يعني القصر ده يكون بتاع بابا؟ يعني ايه؟ حاول الفلوس عشان يشتري القصر ده؟ مش عارف. للأسف هيدا القصر مش لمحمود بيه. هيدا القصر إلي. أنا عدنان أشقر. إذا بتركزوا شوي أكيد بتتذكروني. زمان أيام تجارة الموسكي كان في شغل بينه وبين محمود. صحيح الشغل انقطع. لكن الصداقة بقيت واستمرت. ايوه اهلا وسهلا. انا افتكرت حضرتك كنت بتزورنا واحنا في البيت. برافو، اتفضل شرف. انا اتصلت بالمتر لما شفت انه حاله الوالد مش مظبوطه شوي، وهيدي الحكايه لازم لها دقه وتركيز. وبابا فين؟ حكايه ايه يا فندم وسهلا؟ الحكايه اللي جالي محمود بيه عشانها لحد هنا. فلوس؟ البضاعة. ضاعت ايه؟ بابا مبطل شغل من زمان حضرتك. شفت كيف انت اتفاجأت؟ انا اتفاجأت مثلك لما اجا محمود وطلب مني شغل. بس لحظة، متهيألي انه انتم ما عندكم ادنى فكرة عن الموضوع. كل اللي نعرفه انه انكل هنا. وبليز لو في اي حاجة تانية احنا ما نعرفهاش يا ريت تقولها وبسرعة. طب خلينا نبتدي من الأول. لما جاني محمود آخر مرة كان ده من حوالي أسبوعين لما اختفى عنكم، طلب مني كمية كبيرة من البضاعة ودفع لي كل المبلغ كاش. بضاعة؟ بضاعة إيه؟ هيدا شغل جديد ما إله علاقة بتجارة أيام زمان. إيه دي؟ دي البضاعة اللي اشتراها محمود. دي تطلع ايه بقى؟ كوكايين. زي ما سمعتوا، محمود فهمني انه عم بيمر بازمه ماليه وانه عليكم قروض كبيره للبنك، والكاش اللي عنده ما بكفي هذه القروض. فمشان هيك طلب مني شحني لمره واحده على اساس بعد ما يبيعها بسد حقوق البنك، والمبلغ اللي بيبقى له بيبقى مبلغ مضاعف عن المبلغ الاول. انتوا مش كنتوا بتدوروا على الفلوس؟ الفلوس قدامكم اهي. ايوه بس دي مخاطره كبيره قوي. وبعدين الحاجه دي هنعمل فيها ايه؟ هتنزلوا بيها مصر وتبيعوها هناك، وانا راح ادلكم على التاجر هوني اللي بياخدها وبيعطيكم كاش. فكروا شوفوا هتعملوا ايه. تعال يا عدنان عايزك. تفتكر هيقبلوا؟ اتمنى من كل قلبي عدنان انهم يرفضوا. خلاص؟ خلاص هنبقى تجار مخدرات؟ اذا كان ابوك تاجر كبير. لا ما انا مش قادر اصدق الكلام اللي بيتقال ده بقى. بصوا احنا مش هنرجع مصر. احنا هنقعد هنا وكفايه قوي اللي حصل. يا سلام. نقعد هنا نعمل ايه بقى ان شاء الله؟ يا ابني اللي زينا ما لهمش شغل غير في مصر.
الشغل اللي بنعمله في مصر ما نقدرش نعمله في اي بلد تانية، فهمت؟ شوفوا بقى، احنا ما قدمناش حل تاني، نرجع بالبضاعة دي مصر ونسلمها للراجل اللي قال عليه عدنان يومين ثلاثة وهيصرف لنا البضاعة ويدينا فلوسنا، ساعتها هنسدد قرض البنك ويا دار ما دخلك شر. غلط، غلط كبير. هو ايه اللي غلط يا سامح؟ ما احنا ايه اللي يخلينا نديها للراجل اللي عدنان قال عليه ده؟ احنا لو بعنا البضاعة دي قطاعي من غير وسيط احنا هنكسب اكتر بكتير جدا. قطاعي؟ لا انا مش قادر اصدق اللي انا بسمعه. انتوا فاكرين ان احنا هنعرف نعدي بالحاجة دي من المطار؟ يا ابني الناس دول لهم طريقة يخبوا بيها البضاعة، وبعدين اللي اسمه عدنان ده ممكن يساعدنا في حاجة زي دي. بالظبط. بعدين احنا لا تجار ولا مهربين ولا الكلام ده كله. الحاجات دي ما بتتمسكش يا كريم الا بتحريات ورقبة إخبارية. يعني لو عدينا عادي كده هنعدي ومش هنتمسك، فاهمني يا كريم؟ لا لا أنا لا يمكن أعمل حاجة زي دي أبدا. إحنا كده يا إخواننا يبقى بنضحي بكل حاجة. يا سلام، ما أنتوا قبل كده كان عندكم استعداد تضحوا بكل حاجة وتقريبا عملتوها وضحيتوا بأبوكم. بيتهيألي بقى جه الوقت دلوقتي إن أنتوا تضحوا بشوية مبادئ عشان تنقذوا نفسكم وتنقذوني معاكم. سامح انا خايف قوي. بقولك ايه، امسك نفسك بقى، لو حصل اي حاجه تسيبني انا اتكلم، ما تفتحش بقك انت، وتصرف طبيعي خالص عشان ما حدش ياخد باله مننا. سيبني انا اتكلم. انا مش هتكلم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يسلمك يا فندم. انتوا مع بعض؟ اه طبعا مع بعض. اهلا وسهلا. وجايين منين؟ من بيروت يا فندم. بيروت؟ معاكم حاجه تجمرك؟ لا حضرتك دي كلها يعني هدوم وشوبينج، جبنا شوبينج. طب اتفضلوا معايا نفتش الشنط. يلا اتفضلوا. اتفضل يا فندم. الشنطه فيها جيب سحري. ايه ده؟ ده يا بابا، بابا 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 يا بابا. سيادتك الكوكايين ده مش بتاعنا. يعني انت عارف ان كوكايين مش هوريين، امال مش بتاعكوا ازاي بقى؟ ما هو اصل بس عموما احنا ما لقيناش الاكياس في شنط ناس تانية. الشنط دي والهدوم اللي جواها بتاعتكوا ولا مش بتاعتكوا؟ حضرتك الهدوم دي بتاعتنا فعلا، بس الحاجه دي مدسوسه، دي مدسوسه علينا. عموما الكلام هنا مش هيفيدكوا خالص. احنا في محضر هتعمل بالواقع دلوقتي وحاسبت فيها ان الشنط بتاعتكوا، وان الاستاذ كريم اقر ان فيها كوكايين وبعد كده تحولوا على النيابه، وهناك تبقوا تقولوا اللي تقولوه. دي كميات مهوله يا استاذ، والاجراءات كلها سليمه، وبعدين التفتيش اظهر انها كانت مخفيه في جيوب سريه جوه شنطه، يعني عنصر الاعداد والترتيب واضح. منين بقى حضرتك بتقول ان تم دسها بغير علمهم؟ سعادتك هم ما يعرفوش عنها اي حاجه. ما يعرفوش عنها حاجه؟ يا استاذ لو سمحت لما تقول حاجه يا ريت تقول حاجه ينفع نصدقها. يا فندم دول ناس معروفين في الاوساط الراقيه ورجال اعمال محترمين. محترمين ولا مش محترمين، انا عندي واقعه بحقق فيها بغض النظر عن هم مين. وبعدين ده فيهم واحد اعترف. يا فندم ده مش اعتراف، ده من اثر ارتباكه توقع انكم فاهمين ان اللي في الاكياس دي ممنوعات، عشان كده قال ما يخصهمش، ده مجرد توقع. اكتب يا ابني، ترسل الاحراز للمعمل الجنائي لتحليلها وموافاتنا بالتقارير الفنيه اللازمه عنها،
ويحبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد لهم في الموعد القانوني. أعوذ بالله، جلب وكوكايين كمان. أنا لو مكانك خدها من قصرها وألبس البدلة الحمراء من دلوقتي، ده إعدام رسمي. ما خلاص يا عم، ما خلاص، ما أنت قلت لنا الموضوع ده 100 مرة قبل كده. لا، أنت هتتخلق عليا؟ أنا لا فندي ولا كابتن فوق. طيب خلاص اسكت، اسكت، اقعد بعيد عننا. أنت هتتحكم فيا ولا إيه؟ يا إخوانا عيب كده ما يصحش. إحنا فينا اللي مكفينا ومش ناقصة بقى بصراحة. يعني أنتوا المليانين وإحنا اللي فاضيين يعني؟ بقول لك إيه؟ بقول لك ايه، انا كده جبت اخري وممكن ارتكب جناية دلوقتي. جناية مين يا؟ لا ما اقصدش. تعالى يا حبيبي. يا عم مقصود الحقني يا سامح، يا سامح مش الحقني. انا مش قادر يا كريم، دول كتير قوي. انت مش شايف؟ عيب عليك، ده انت اخويا الكبير يا واطي. معلش يا اسمه وتعدي يا حبيبي، يا اسمه وتعدي. انتوا جايين تعملوا علينا ولاد ناس بشوية الهلاهيل والموضة اللي انتوا لابسينها يا وليه. انت قلت لك ما تمديش ايدك عليا، لحسن والله العظيم هشوف حاجات وحشه جدا. خد يا بنت وراي. بس يا مره قويه، بناء على ما ورد الينا في تقرير المعمل الجنائي، فلقد تبين بعد التحليل والفحص ان الاكياس المضبوطه والمحرزه مملوءه جميعا بدقيق الطعام. وبناء عليه فقد قررنا نحن اسامه اسعد وكيل النائب العام إخلاء سبيل المتهمين من سرايا النيابة بضمان محل إقامتهم. تربيته؟ أتكلش إن كنت تربيته. أنت لو ما كنتوش ولادي كنت ضربتكم بالنار أول ما عرفت اللي عملتوه فيا. لكن أنا في النهاية برضو أب، كان نفسي تفوق وتيجي تقولولي على الحقيقة، لكن حبوك للفلوس عماد. يا بابا احنا خلاص فوقنا، بكرة ورقنا هيتحول للنائب العام، يعني هنتحبس هنتحبس. اللي يعمل في أبوه كده عشان الفلوس لازم تبقى دي نهايته. يا بابا والله أنا عايز. الراجل اللي تمشيه مراته يا كريم وتخليه يبيع ابوه ما يبقاش راجل. يا ممكن حضرتك فاهم. اخلصي اخلصي بقى كريم. كريم ايه ده، انا مغلول. كريم ده انا مغلول. اول مره اتمنى ان انا يكون عندي زهايمر بجد عشان انسى اللي عملتوه فيا. حبيبي يا بابا، بابا احنا عذبناك كتير قوي. أنا آسف يا حاج، أنا آسف على كل اللي عملناه فيك يا حاج. أنا سددت القرض اللي أنتوا خدتوه من البنك، يعني مفيش نيابة ولا فضايح ولا أي حاجة مني. وسبت لكم كمان قرشين تبتدوا بيهم، بس تبتدوا بجد وبشرف. لا يا حاج، لا يا حاج، إحنا ما نستاهلش كل ده. والله يا حاج ما لزوم التعب ده. أنا هروح العزبة، عايش هناك، بس أنا بطلب منكم حاجة. ملك ابعتوها لي هناك، أنا اللي هربيها، اللي زيكم ما يعرفش يربي.